صباح الورد صباح النور، صباح الورد صباح النور، صباح الورد صباح نشير، صباح الورد صباح القرصون. كديرين اخوتي لاباس، كديرين مع الصحاب بخير عليكم. ايوا لا اله الا سيدنا محمد رسول الله. نخرج نفجج على راسي شي شويه، وفيما خلاها مولاها فيما داوني رجلي غادي نمشي. تحيه لكم، بقاو معاكم معايا. انا باغا نلعب. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا باغا نلعب. علاش ما نلعبش؟ ناري على منيظر، غادي ندور لكم الكاميرا. شو الناس كي جالسين، تبارك الله والصلاة على النبي. شوف هاك يا ودي، يا عيشة المهدي يا عودة يوم. مين يلعب؟ ها ودي على الذكريات، شدتني بكيا. بارك يا البارك. ارويها يا كريم، ارويها يا كريم، ارويها يا كريم. ما عرفت شنو هي اللعبة هذي. اوف، او لا لا، يا ربي ما تكونش الموسيقى باش ما يديروش لينا الكوبي رايت. ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كانت مغاض شو تبارك الله. انا نقلب ليكم تشوفوا اللعاب اللي دار. شو تبارك الله، نيفادا. شو نيفادا كي ولات. شوف تبارك الله الصلاح. شي لعب في اللعاب تاع انا. شوف جيو جلسوا. هذا بارك ياسمينة، يا بارك ياسمينة. منين كان بارك ياسمين؟ شوف تبارك الله الناس. هنا كاينين العائلات، ما كاينينش العشاق ولا لقيت. هي تا انا كلشي. السلام عليكم. لاباس الحمد لله. مرحبا. الحاجة اللي كتفرحني في الحياة ديالي ماشي حاجة اللي كتكون فيها عيب كتشكرك هي الأم ديالي. باقا على القيد الحياة. باقا على القيد الحياة، الله يطولها في العمر ويطول جميع ما تمكنت في العمر. الله يخليها لوالديها. آمين. عوجي لك ندير شي كلمة. كنوجه لها بأنها تسمح لي وتسمح لي بزاف وتسمح لي بزاف. والله يقدرني. لا ولو غير سنتيم من داكشي اللي دارت عليا. والله يقدرني نزورها نبقى مني. قولوا امين. امين. يا رب. النصيحة اللي غادي نعطي للدراري هما راه عارفين. النصيحة اللي غنعطي للدراري اللي كيقرا يقرا ما يفقدش الحياة الأولية. يبعدوا من رفقاء السوء اللي خرجوا عليا. بحال أنا تبعت واحد المتشردة خرجت عليا عند 16 عام. خرجت من المدرسة، عطا الله الخدام، عطا الله الحلال. ما تعاشش واحد الإنسان يكون مخلوط يكون في الدار. فهمتي؟ يكونوا في عائلة خبيثة فيه. ما تعاشش الإنسان اللي كيكون فيه السحر. ما تعاشش الإنسان اللي كيكون ينملم في الناس. سمعتيني؟ والحاجة اللي خاصو يتبت فيها ويتشبت فيها ويديرها في بالو هو يبعد من البنية. أنا عندي 20 عندي البنية مثلا. شحال في العمر ديالك؟
15 عام غتسدي على 50 شحال 27 20 عام في البلية. كنصحكم بالبليات هما البليات هما البلية وثم صغير الليل وثم رفقاء السوء. هاد ثلاثة إلا خطيتوهم الله سبحانه وتعالى غادي يكون ديما معاكم. وما اللي طرا ليه شي مشكل الا بقى شادو في قلبه غيعرف راسو بان غادي يجي مرض الاكتئاب يقدر يمشي يجي للبحر ويعاود يقدر يعاود الام ديالو. الام ديالو ما كيحشم كاين شي مواضيع ما خاصهمش يتقالوا للامهات ما تقولهاش للصديقه ديالك حيت الصديقه ديالك هي ركيتك فهمتي. اما المعيار غنجاوبك اللي ما فيه القليل فيه كثير اللي ما قدرتيش تعاوديه عاوديه الراس وغادي تخوي راسك. احسن تاخذ متفقه معك وإلا ما كاين شي موضوع تحشم دابا عندها الصديق ديالها غتحشمي متفقه معايا ولا لا غتحشم تقولها. من الاحسن شدي تليفون ياك وبقى تعقي تعاودي شدي تليفون شدي راسك وبقاي تعاودي بحال هو تيدوي معاك تجاوب فهمتي وذكري الله والله ما كاين حتى شي حاجه. انت بالنسبه لك انت كتعاودي لماماك عادي ماماك بنت البلاد متفقه معاك كتعاودي لماماك على صاحبك بالدارجه على صاحبك ممكن دابا هاد الطويل صح لا عشيري عشيري هي ما غتقدرش ياك كتعاود لها شي حاجه اللي هي عشوائيه ما غتعاوديش لها بانك مصاحبه كتعاودي لها وتبارك الله على الامهات تبارك الله على الامهات فين وصلوا ولاو بناتهم يعاودوا لهم على صحابهم امر. الجواب الثالث هربتوا انا راه صريحه. الجواب الثالث هذا الشيء ولا عادي وكنتمنى بان الامهات يرافقوا بناتهم ويتصاحبوا مع بناتهم لان علاش ما كاينش بان البنت ما بقات صاحبتها مازال كنت صاحبت معايا انا داز عليا الغدر داز عليا العذاب شفت شي حوايج اللي ما بغيت حتى شي مسلم يشوفهم فهمتي داز عليا الاكتئاب داز عليا المرض دازوا عليا بزاف د الحوايج. الا تصاحبات مع شي وحده اللي هي مدوزه بحالي انا ما غتلقى الصعوبه حيت انا بحال دابا نعطيك واحد المثال بارابور شحال من اذاعه فيه راه فيه شي 2000 اذاعه والله ما كانت تيليكوموند اللي هي صغيره ما ساويه والو غتقدري تحكمي فيه ما تحكميش فيه. كذلك هو مثال الحياه تعاشري مع شي وحده اللي هي مدوزه حيت ملي غتشوفك غدا البليه غتقول لك لا ملي غتشوفك غدا شي حاجه زوينه غتقول لك اه. علاش؟ حيت هي مرات من داك الشيء الخايب مشات مع رفقاء السوء كان مثل ماشي انت عندك تخلعات درت كتمشيت مع رفقاء السوء وداك الشيء صدقوهم احسن مني باش احسن مني باش تعرف احسن مني غير حيت بلون حيت خرجوا عليا. انا دابا عندي الناس عندي قناه ديالي عندي الناس الله يرحم لهم الوالدين لانهم هما اللي داواوني ياك. وكنشكر الامهات اللي ولاو كيتفاهموا مع البنات ديالهم لان اغلبيه في شوف تيفي وفي اي انترفيو ديال الصحافه والا كتلقاي البنت تتبكي شاده طريبيه كتقول لك مشيت مع واحد اغتصبني حملت معاه اشداك معاه مني اغتصبك لاش حملتي معاه. هذيك شوف تيفي ولا اي انترفيو غادي ديريه باش غادي ينفعك غادي غير تشوهي راسك مكتوباش لك على وجهك هنا بانك راه تغتصبتي بلا كاغيط بانك راه ولدتي بلا كاغيط بداك الانترفيوات اللي كديرو كتشوهوا راسكم. اسمك الله ايمان تشرفينا ايمان. يقدر شي واحد يبغي يتزوج بك غادي يشوفك في داك انترفيو غادي يهرب وانما لك جا عندك وهدويتي معاه بينك وبينه غيقدر يسترك بغاك غيكمل معاك ما بغاكش غيقول الله يعاونو غادي يمشي. كنفتحوا راسنا براسنا اسيني ابو سبان ديريكت هذه اسيني ابو سبان. لا لديك سؤال اخر دوسيت انا لا وليد النصيحة السلام الله يحفظك يا لالا. الحاجة الوحيدة اللي كنبغيو نوجه لهاد الزيادة هادي اجي انت يا مولات 15 عام اجي دوزي اجي عرضت لكم السلامة لالا عرضت لكم الله هادي 15 عام اطوندي يا ابو سبان هادي عمر المختار بلاتي هادي 15 عام في النظر ديالكم انتوما المتابعين ديالي اللي عندي في القناة هادي 15 عام ما بقاش في الدار يلا كي كتعلمها كيفاش تعجن ولا كيفاش كدير لا هيا ولات في النيفادا مع الاصدقاء ولو هما كلهم نقيين
ما كنطيحش مقامه، ولكن شو تبارك الله 15 عام هاولا بصباراشيد ماشي سروال. يعني 15 عام في واحد الوقت ديال حسن الثاني كانت باقا شاده فما بحال هكا تيتلقى منه راه ما غيهربش. هاد شهادتك ما بيني وبينه والو، 15 عام انا كنت باقا دايرها في الحضن ديال الام ديالي هكا، 15 عام كنت دايرها في الحضن ديال الام ديالي هكا. ونصيحه وجهتها لكم وانتم اللي عيطتوا لي وقلتوا لي اختي نعيمه واش نقول لكم ديروا معنا ان كير. ومرحبا بك. الله يبارك فيكم. خسرت شي هضره؟ لا. شوفكم الحال ولا لا؟ لا. تبارك الله عليك. واو واو واو. ونصيحه لكم الدريات اجيو عندي. عرفتكم الله اللي ما شفتش انا نبغيكم تشوفوا انتم. اجي اجي ديك الخرقوم اجي اجي قشيعه اجي وانا مبغى شباني اجي قشيعه اجي وكفيو من حدايا. الله يرحم لكم اجي انا ما قدرتش عليكم هذه الكلمه هذه غنعرفكم بانكم ما عندكمش النفس وما عندكمش الكرامه. عرفت لكم الله غتاخذوا من اختكم نعيمه اللي هي 20 عام وهي كتستعمل البليه، غتاخذوا من اختكم نعيمه اللي مشات للسجن فابور باش بعشره السوء. إلا ما درتوش النفس راه ما عندكمش النفس. أنا الموس اللي ذبحني ما نبغيش يدوز على غيري. كنتمناكم بأنكم ديروا بالنصيحة ديالي، وكنتمنى من الجيش ديال بوزبال يدير القناة ديال نعيمة الجوك ويدخل عندي والله تتبكيو والله تضحكوا. وتحية لكم ورحبوا لي بالناس ديالي. عليكم بزاف. شكرا لكم بزاف. شكرا انتي. انا راه شفت الفي بلا تشوفوا افغانستان. سلامة نعيمة. سلامة. الدريات تهلاو في راسكم وحدي وريوسكم. اما هادو اللي معاكم ولاد السيكتور ما نخافش عليهم. حيت علاش؟ حيت عندهم خواتاتهم تا هما. ولا اله الا سيدنا محمد رسول الله. ما كرهتش نخطفك ندير لك مسمار ونعلقك عندي في الدار والله العظيم. هذا والله ندير لك مسمار ونخطفك. ها هو التويمي ديال الشاب العربي. واش غادي ندير؟ وقفوا معايا عندهم قناه ديال بوزبان. واخا قالوا لي زبلينا زبلتهم. السلام كي دايرين؟ لاباس؟ بخير الله يحفظك. وزينك كلا كلا تبارك الله. وشهم كي دايرين بالجمال؟ ولكن ما نبغيش لهم شي حاجه اللي هي خايبه. شوفوا الديكور غندور لكم. يا سلام. زينة قول لهم السلام. زينة تبارك الله الخمامس عليك زينة. غتسلفي عليا؟ غتسلفيني البيكالا ولا لا؟ ما بغيتيش؟ صافي هاي انا عندي وحدة كبيرة صافي. الله يخليها لكم. سمح تبقى تبان معايا حبيبه ماشي مشكل. راكي تاتي بنتي بخلك كتعجي برا واقيلا تسمى برا. المهم هانتي الدنيا هانيه. غنطلع نشوف هاد الاهرامات اللي جابوا. كانت هنا الحفره وكانوا هنا ولاد البلاد ولاد كازا. كان يا ما كان هذاك الشيء في قديم الزمان. نشوفوا هاد الاهرامات هادو. شوفوا الديكورات كي دايرين. ويلي 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 تبارك الله. الصلاه على البيت. شو تبارك الله الشباب مساك. ياك بلادنا زينه خاصها غير فلوس ياك. تهلا في راسك. وانا نقول لك واحد الكلمه، انت دري زوين تهلا في راسك وما تبلى ما حتى حاجه والله من تعالى ينصرك. الله يحفظك لي يا وليدي. تحيه لك يا وليدي. شوف تبارك الله الصلاة على النبي عليا. خمامس عليا يا اختي كما شافوني خليوني ياك الحبيبه. بارك الله عليكم. الله يحفظكم. شوف انا عطيته راسك الكوكوط قالت لك احكا والواد زين زين رازي لف عليا الحبيبه. هاتي تبارك الله واحد القويه على مزيناتها. الله يرحم لكم الوالدين. ديروا لي لي لايك ديروا لي لي لايك رانا شحفت على قبل هاد لي لايك. شوفوا عاوتاني الديكور كي داير من هنايا. داك الشيء واعر
نيفادا. الدراري كيلعبو كرة، الناس بالناس، الناس بالله. بين وغادي نبينو معايا كيبيعو مناضة. شوفو كيبيعو مناضة، أنا اللي كنخاف يرجع عاودني. كيبيعو غير المناضة ولاعبين الرامي. وتنتوما سيروا الله يسهل عليكم، الله يحن عليكم. لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله. ساكن. سلام حبيبة، لاباس؟ لاباس الحمد لله. ناري وحدينا جديرين دايرين الشوها، دايرين الشعبي وكيشطحو. الله يكمل عليكم، الله يفرحكم. أنا نعاود نقلب ليكم، أنا نعاود نقلب ليكم هنا. شكرا ليكم. واحد الخرقة في الحمام. خاطر ضربني بطاطا وكي مبغاش تشمي. باي 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 باي. ميرسي ميرسي ميرسي. باي باي. ايه ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. نتمنى من ان هذا الجو يعجبكم، وجيوا الناس ديال الحومه، وجيوا الناس لهاد البلاصه هذا وحتى يرموني. صافي صحابي كتوضا حيت كنت كنغني. شوفوا الشلاليل. شوفوا سلام سلام. شوفوا الشلاليل شي ولا واعر والله. هادشي ولا زوين. ايوا راه سيري صوت في البلاد وحنا مخلينا. ولكن لا الله ما ناسي حد، الله ما كينسى حتى شي حد في الدنيا. ولادني وحده قالت لي انا عامه مالكي مع الشهر داعيني، وكنطلب من المسامحه. كاين شي مشكل عندك سير دافج على دارك اتقرد بالعين الله يستر. نعم طايفه مع شعرك عندك ما عندكش. يلا خليها مولاها البنت، خلي الزرع يجمد. ولا ما عرفتش كيقولوا لها واخا ندوز السجن ما كنعرفش تقول هضره خايبه، وكان قليل نقسم به حيت انت عندك يحكوا به لما عنا. اجري 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 وديني ما وصلني، وديني ما وصلني. دايما كنتفرج الفيديوهات ديالك. مرحبا بك، سلم على الناس. سلام كي دايرين؟ لاباس لاباس عليكم. بخير الحمد لله. دوز ولد دوزيام ولد نجمه. انت زوين تبارك الله وصل عندك. الله يحفظك ليا. هو هو سيري طاروني بغيت لك قصيده. قول امين امين امين. فهموني. الله يعطيك النجاح وليدي. شكرا لك بزاف. سلامه سلامه حبيبي. ايه مرحبا هانا. لا ما تبانيش غير صافي شي بنت معاك في اليوتيوب. صورنا عطيتي الجواب هو هذاك ولا صورني ولدك كبيدة واجيباني معايا. خليها هي تبان واخا تبان. هانا الكبيدة كتعرفيني فين؟ هاجي سانتا هاجي هاجي. هذا راه خوها بوس خالتي نعيم. الله يعطيكم النجاح. قولوا امين كازابلانكا. كازابلانكا ضل بيدي ضو كازابلانكا ضل بيدي ضو كازابلانكا. سلام كيداير سيدي؟ الله يعاونك سيدي. الله يعاونك ديما ديما. الله يحفظك بنيتي. المهم وليداتك راه بانوا معايا. الله يعطيهم النجاح. الله يحفظك يا بنتي. الله يجيب لك التيسير عليك وقرقش عليه. هذا الجذوب على اللعنين. هذا الجذوب اضرب انت في التباصي. باصي الجذوب على اللعنين. جذوب 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 على اللعنين.
لا اله الا الله، انا معاك ابا غنتعاون معاك. لا اله الا الله، رسول الله شو الاجواء. رجولة بنات المدينة الأصل كاين. ولا إله إلا سيدنا محمد رسول الله. وكنتمنى من هذا الفيديو يعجبكم، وكنتمنى من هذا الفيديو تستفدوا منه. راكم شوف الدريات الأولين اللي دواو معايا، أشنا قلت لهم؟ وتأملوا على الله، الله يسهل علينا وعليكم وعلى جميع أمة محمد. ولا إله إلا سيدنا محمد رسول الله. شكرا لكم بزاف، وتحية لكم وديديكاس لكم. الله تعالى يسهل علينا وعليكم وعلى جميع أمة محمد يا ربي.